الله يسعد مساكو يا رب، مساء الخير، مساء النور، بالقرب من بلدية ستوكهولم وأحد التماثيل في المنطقة. نعود إليكم في إكمال الجزء الثاني من موضوع الاستبيان اللي عملناه بخصوص التحديات اللي تواجه الأسرة العربية في السويد. وفي هذا في الجزء الأول تكلمنا عن التحديات اللي تواجه الأسرة العربية في السويد، وتكلمنا عن قضية تحديات الأسرة وحكينا مشاكل تربية الأطفال. هلا يا إخوان الكرام راح نحكي عن موضوع ما هو السبب ازدياد الطلاق في السويد. من خلال الاستبيان إخوان الكرام راح نحكي النقاط وبعدين نحكي عنهم شوي شوي باختصار. طبعا الاستبيان لحد الآن عندنا مشاركين فيه تقريبا 46 واحد، فنحكي لكم النتائج. أول إشي مشاكل قديمة، أسباب ازدياد الطلاق في السويد، مشاكل قديمة قبل السفر إلى السويد، يعني بكون الزوج والزوجة غير متفقين، عندهم مشاكل ما حلوها قبل ما يجوا على السويد. ثاني واحدة الطمع المادي. ثالث واحدة القانون السويدي الواقف مع المرأة والمنحاز إلى المرأة. رابع شغلة الحرية الزائدة. خامس شغلة ضغط الحياة والعمل. سادس شغلة الاختلاط، اختلاط في العمل، اختلاط في الحياة، في المدارس. سادس شغلة أو سابع شغلة ضغط الحياة والعمل، حكينا عنها الاختلاط. رفاق السوء سابع وحدة. ثامن وحدة مواقع التواصل الاجتماعي بتلعب دور كبير في بعض القنوات اللي بتنشر بتعمل وتوصل مفاهيم خطأ للنساء. تاسع واحدة مشاكل التربية مع الأطفال، إنه الأسرة الأب والأم مش قادرين يعرفوا يربوا أطفالهم في هذه البلد فبتتولد عندهم مشاكل. عاشر واحدة إدمان التكنولوجيا. طبعا أكثر واحدة اللي هي أكثر ثلاثة بنقدر نحكي مشاكل قديمة، هاي كانت عليها كثير كثير، يعني تقريبا أكثر من 30%، أكثر من 30% من أسباب ازدياد الطلاق في السويد. يعني بكون بيجي الزوج والزوجة بكون عندهم مشاكل متراكمة في الوطن وتقرر الزوجة أو الزوج حال وصولهم للسويد إنه هي تقدم الطلاق، أو إنه بتشوف الوضع، بتشوف المغريات زي ما حكينا. النقطة الثانية الطمع، يعني بعض الزوجات بحصلوا على موضوع الخيد الحماية وبحصلوا على مقابلها إقامة، فللأسف بتشجعوا بتدعمهم بعض الدوائر بعض المؤسسات هون، فبطمعوا في المال وبطمعوا في الإقامة وببيع الرجال والدنيا، واللي ما عنده رجال اوعى تترك رجال. يا إخواني الكرام موضوع المشاكل القديمة والطبع المادي، بدي أحكي لكم إنه يعني توصلنا قصص لنساء يعني فعلا هم طلبوا الطلاق وتطلقوا لكن حياتهم صارت أصعب. يعني بعض النساء أو بعض الرجال بوصلوا لمفهوم خاطئ إنه أنا بعد الطلاق رح أرتاح، وبالذات المرأة اللي بضل عندها أولادها، يعني قليل قلة نادرة إنه المرأة إنه كمان تترك أولادها، يعني هاي بتصير يعني حياة يعني ما في أمومة، يعني صار استغناء عن كل الأسرة، يعني شغلة كبيرة كتير. بس إنه المرأة بتفكر أحيانا إنه والله خلص باخذ أولادي عندي وهي بدعموني وهي بعطوني، بس والله يعني بتواجه صعوبات. يعني سبحان الله، يعني الرجل بيظله الدعم والسند، طبعا الا اذا كان الرجل يعني فعلا عامل اشياء كثير ولا يخاف الله وانسان بسكر ونوادي ليليه وقصص ودنيا. يعني احنا ما بنقول يعني انه والله خلص انه رجلك لا تتطلقي او ان الرجل لا تتطلق، لا، يعني في نساء صعب العيش معهم وفي رجال في صعب العيش معهم، لكن اذا في مجال للاصلاح وحل المشاكل والتخلي عن مواضيع الطمع بالسكن والطمع في المال والطمع في الراتب، وانه القانون السويدي واقف معي وانا بدي اعيش حياتي وبطمع في الحرية الزائدة وبدي اعيش وبدي اختلط وبدي البس اللي بدي اياه وبدي ارافق مين ما بدي وبدي اقعد على وسائل التواصل الاجتماعي قد ما بدي وبدي اسهر وبدي اروح انا وصحباتي وحفلات ونقعد ونضحك ونمزح. فإذا كان تفكيرك زي هيك أنت قاعدة بالمقابل قاعدة أنت بتربي أولادك في نفس الطريقة هاي، فممكن بكرة يستغنوا عنك، وبنفس الوقت أنت بدك تتحملي مسؤولية الشغل، بكرة المؤسسات رح تتحملك سنة سنتين بس بعدين بقول لك اشتغلي اطلعي. يعني قاعدين أنتم شايفين قد ايه بصير في تضييق
يعني والله بنسمع قصص. يعني كنت احكي مع صديق قبل شوي والله بيقول لي تقابلت مع شخص يعني عائلة عنده 4 أطفال والله بيقول لي انه لا يملك ثمن الحليب لأطفاله، يعني جمع كل مصاري البارن بدراك عشان يدفع أجار البيت. فالحياة غالية في أوروبا للي ما بيعمل. أوكي معه إقامة ونقل أكنه على سكن، بس ما معه مصاري يصرف على أطفاله. فلا تفكروا أنه يعني أنه أنت أوكي رح يتحملوك فترة وبعدين، فإذا أنت شايفة الرفاهية ولا الحياة وبدكيش زوج أو الزوج أنه أنت خلص بدك تتحرر وبدك يصير عندك صديقات وبدك تروح بدك تيجي، يعني إذا هاي الحياة بتناسبك رح تناسبك ممكن فترة معينة، بس لازم تفكر تفكير عقلاني. يعني الإنسان سبحان الله رب العالمين خلقه ليبني أسرة ويبني مجتمع ويشعر بجمال الأطفال وروعتهم. فيعني الموضوع طويل جدا، يعني أنا بس حبيت أحكي النقاط ومش مجال للشرح ولا الدخول بالتفاصيل. فأرد نحكي لكم أسباب زيادة الطلاق، وطبعا أنتم تقدروا تشاركوا من خلال الفيديو من التعليقات، ممكن في نقاط احنا ما ذكرناها او ممكن في حالات خاصة كانت موجودة في هاي ممكن تضيفوها انتوا على الموضوع. فزي ما حكينا نعيدهم بس مرة تانية، اهم المشاكل او اهم الاسباب اللي بتزيد الطلاق في السويد: مشاكل قديمة، طمع المادي، قانون السويد الواقف مع المرأة، حرية زائدة، ضغط الحياة والعمل، الاختلاط، رفاق السوق، مواقع التواصل الاجتماعي، مشاكل تربية الأطفال، وإدمان التكنولوجيا. هسا يا إخواني الكرام نيجي على آخر نقطة وآخر استبيان كان معنا في الأربع استبيانات، اللي هو صعوبة الزواج في السويد. شو سبب صعوبة الزواج في السويد؟ يا إخواني الكرام خلينا نحكي النقاط على عجالة وبعدين نحكي عنهم شوي شوي. أول شغلة في صعوبة الزواج في السويد: غلاء المهور. طبعا يعني سمعنا قصص كتير من أخواننا السوريين وبالذات ومن مختلف الجنسيات إنه صار كمان طمع الأسرة، صارت يعني تقول لك أنا جبت البنت وتعبت عليها وتهريب ومهريب وحطيت عليها 10,000 دولار وصار عندها راتب، فصاروا يتطلعوا للموضوع من ناحية إنه هم بدهم مهر عالي أو إنه تستغنى البنت عن راتبها لأبوها أو لأمها أو لأسرتها، فصار نظرة على الموضوع غلاء المهور بشكل خيالي من الشاب، مطلوب من الشاب. صعوبة إيجاد الشخص المناسب، وهذه فعلا مو سهلة إنه أنت تجد الشخص المناسب. طبعا النقطة اللي بعدها بتيجي بتحكي عن إيش؟ صعوبة إيجاد الشخص المناسب، إنه تشويه صورة الزواج. صورة الزواج يا إخواني الكرام صارت للأسف إنه يعني صارت الناس تنظر لموضوع الزواج كتحمل مسؤولية وكتعب وكهم يعني صاروا ينظروا للسلبيات، أو من خلال قصص الأخوات أو الأخوان اللي بنشروهم في صفحات ومواقع التواصل إنه هم ممكن لم ينجحوا في زواجهم، فيعني إنه كل الزواجات ما رح تنجح، أو إنه أعداد الطلاق قاعدة بتزيد، يعني أنت رح تتزوج رح تفشل في زواج. فهاي الفكرة للأسف خاطئة جدا جدا. مش معنى إذا الآخرين فشلوا بالزواج إنه أنت تفشل بالزواج. حلو الإنسان يكون عنده شريك في حياته، حلو الإنسان يستمتع معه، يأكل معه، يتغدى معه، يتمشى معه، يشارك عواطفه، يشارك مشاعره، ينجب طفل، يكون عنده رسالة في الحياة. وبعدين أجر المتزوج أكبر بكثير من أجر الشخص اللي بدوش يتجوز. فالإنسان لما يكون يعني أنت لازم تدرس الموضوع حتى من جانب ديني إذا كنت أنت مسلم أو حتى من أي ديانة أخرى. على مر العصور انه الزواج بيخليك انت لما تنجب طفل وتعلمه وتوصله الرسالة وكمان يكبر، هذا الطفل بدك تاخذ اجره عند رب العالمين. وكم رب الرسول صلى الله عليه وسلم حكى عن الصدقة واطعام الاسرة وكم اجرها عند رب العالمين. فانت بتكمل البشرية وبتساعد في بناء المجتمع وجزء كبير من المجتمع. فالموضوع كبير يا اخوان الكرام. فموضوع صعوبة الزواج في السويد كمان بيلعب فيه دور قلة الاختلاط، ما في اختلاط كثير بين السويد دولة كبيرة كثير جدا ومساحتها كبيرة جدا جدا، فصار في صعوبة بالاختلاط، وممكن الواحد ما يلاقي من خلال الأشخاص اللي بيشوفهم، أو ما في عنده عائلات، ما في عنده أقارب حتى يشوف البنت
اللي بده اياه. هذا باختصار يا اخوان الكرام، تقدروا تعلقوا، بتقدروا تحكوا اللي بدكم اياه، تكتبوا اللي بدكم اياه. نرحب فيكم جميعا، اخوكم رائد مدينه ستوكهولم، السلام عليكم.